وجها لوجه ومن مسافة الصفر مواجهة بين 100 الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي. لا حصانة لصحفي يغطي الحدث ولا لطواقم إسعاف أيضا، فالكل في دائرة الاستهداف. مسيرة سلمية انطلقت بمشاركة قرى المغير وكفر مالك وترمس عية وبدعوة من هيئة مقاومة الجدار تعبيرا عن رفضهم لإقامة بؤرة استيطانية جديدة تصادر عشرات الهكتارات من أراضي الفلسطينيين، وهما أوقع عشرات الإصابات جراء القمع الإسرائيلي. يعني هذا المستوطن اللي قاعد في الجبل ما اجى من لحاله، مش هالكد هالقوه عنده هالرجوله انه يجي يقعد لحاله بين كل الناس، لا، اطلع الجيش قديش داعمينه، اطلع اللي هو دليل انه هاي خطه حكوميه. احنا هان جايين نقيم البؤره الاستيطانيه الموجودين فيها قطعان المستوطنين. هذه ارضنا، هذه ارض ابائنا واجدادنا. وتتجلى صورة أيضا بتسوق جيش الاحتلال مع أكثر المستوطنين تطرفا من مستوطنة عادي عاد شمال رام الله. هنا يلقي المتطرفون الحجارة صوب الفلسطينيين وحتى صوب الصحفيين، والجيش يقف متفرجا، بل يقمع بالقنابل الغازية والأعيرة المطاطية وحتى الحياء المتظاهرين من الفلسطينيين. وتحذر مؤسسات فلسطينية من خطورة هذه البؤرة التي ستخلق إصبعا استيطانيا يمتد من منطقة شمال رام الله حتى نابلس وصولا لمنطقة الأغوار. مخطط خطير جدا، هذه البؤرة الاستيطانية الهدف من وراها السيطرة على مساحة شاسعة ومهمة لقرى المغير وترمس عية وسنجل وجالود وكريوت. بؤر تجاوزت عدد 20 بؤرة في خلال عام 2019، شرعنت بؤر استيطانية سابقة التي تجاوز عددها 174 بؤرة، وحدات استيطانية باستمرار في داخل المستوطنات وداخل البؤر. وتشير صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى أن أكثر من 1150 أمرا أصدرتها السلطات الإسرائيلية لوضع اليد منذ عام 69 وحتى الآن على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لتكون بذلك سيطرت على أكثر من 100,000 دنم وتحويلها إلى المستوطنين الإسرائيليين. يتوسع نفوذ المستوطنات في كل يوم على حساب أراضي الفلسطينيين. يطلق الاحتلال العنان للمستوطنين للسيطرة على الأرض بكاملها عبر بناء بؤر استيطانية عشوائية يسكنها بضعة مستوطنين مسلحين، ثم يسيطرون على مئات وآلاف الدنومات لتصبح مستوطنة تشرعها الحكومة الإسرائيلية في المستقبل. من قرية ترمس عية، ضياء حشيالغد، رام الله.